يلا توكلنا على الله، احنا لايف. بسم الله. اوكي، يس وي ار لايف. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقة جديدة ومتجددة، زي ما وعدناكم كل يوم الساعة 8 المساء نطلع انا والاستاذ محمد التميمي لايف مع احد الضيوف الكرام. اليوم جبنا لكم حسب طلبكم أحلى شاب في أوتاوا وكندا، راح يكون معنا اليوم في حلقة جدا جدا متميزة عن ألذ الأكلات في عصر الأكلات. ليش عصر الأكلات؟ لأنه إحنا الآن للأسف يعني مقضينها مش stay home stay in the kitchen، رايحين جايين على المطبخ، عاملين بوفيه مفتوح، بطل في 3 وجبات وأربع وجبات، صار الوجبات 24 ساعة. فحنحكي اليوم عن الأكل. معنا أخونا وصديقنا الشيف محمود داوود، هو أصلاً من سوريا مقيم في كندا، له 4 سنوات تقريباً. أصلاً هو شيف عالمي وعمل كورسات هون في ألغونكون كوليج، اشتغل بسوريا في الطعام، اشتغل في الأردن، في رومانيا وفي كندا. تخصصه هو شيف غربي وشرقي مع بعض، فمزج بين جمال الأكل الغربي وطعامة الأكل الشرقي، إضافة لأنه بيسوي حلويات شرقية. أصل العائلة طبعا كان يعمل في هذا المجال، والده رحمه الله كان شيف. اليوم حنحكي عن شغلات كثيرة ونفتخر بوجوده، لأنه هو أصلا تم اختياره من أفضل 3 عائلات من القادمين الجدد في 2016 من قبل السي بي سي، القناة الكندية. واليوم بنرحب فيه، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. اهلا اهلا دكتور جمال، اهلا وسهلا فيك، حياكم الله واهلا الله وسهلا يحييك، فيكم. اهلا استاذ محمد، والله الله يحييك. أهلين، يا هلا، أهلين أهلين أخو زهير. دكتور بحييكم. طبعا احنا بنتشرف فيك بيننا، واحنا يا أخي في مقولة بتقول إنه الإنسان العربي يعني بيعشق المطبخ ويعشق الطعام ويعشق الأكل، بيصرف على الطعام أكثر من أي شعب آخر. يعني هل المقولة هذه لأنه المطبخ تبعنا زاكي وطيب ولذيذ وله نكهة مميزة، ولا احنا فعلا بنحب ناكل يعني؟ سؤالك كثير كثير حلو فعلا. هو طبعا يعني فطرة الإنسان يعني أكيد هي الأكل، يعني هيك رب العالمين يعني كتب على تكوين الإنسان، لازم يأكل. نسب الأكل أو نسبة يعني قبول الأكل عند الناس حسب المنطقة اللي عايش فيها وحسب نوعية الأكل اللي بتصير وحسب التربية المنزلية أصلاً اللي بتصير. يعني بتلاقي مثلاً بسوريا مثلاً الأكل بيختلف عن الأردن، بمصر بيختلف، كل بلد إلها طبيعتها. حتى هون بكندا يعني أنا لاحظت إنه كمان الكنديين بيحبوا الأكل، يعني لما تقدم لهم أي شغلة طيبة وبنكهة معينة بطريقة معينة صحن مرتب تلاقيه كتير بينبسطوا فيه وبياكلوا بهاي. لكن نحن طبيعتنا بناكل كمية أكتر، أو يعني المائدة عندنا بتكون مشكلة أكتر. هن بيقتصروا على مثلا خلينا نقول قطعة لحم مع شوية بطاطا فرايز، قطعة دجاج كمان نفس الشيء. نحن بتلاقي مثلا خود رمضان مثلا بتلاقي لازم الطاولة يكون فيها يعني أقل شيء 10 أصناف، يعني مقبلات مع الوجبة الرئيسية مع الحلو مع العصائر. مع بجوز كمان هذا سبب من الأسباب، يعني يمكن إضافة لنوعية الأكل العربي أو الشرق الأوسطي، أكل طيب لأنه فيه بهارات، لأنه فيه كمان خبرات وناس تشتغل بهذا المجال وتطور، ممكن يكون هذا السبب يعني.
يعني هذا مجرد رأي، ما بعرف يعني. انا والله عندي سبب ثاني، يمكن يكون هو الصح. طبعا هي قصه حقيقيه صارت مع صديق لنا. صديقنا كان وزنه كثير، يعني 150 كيلو، فالدكتوره تبعته قالت له لازم تروح على اخصائيه تغذيه عشان تعطيك دروس كيف تنزل وزنك. وافق هو، فراح على اخصائيه التغذيه، قعدته قاعد مع 4 كنديين وهو الخامس. فقعد بتحكي تشرح لهم كيف يقرأوا النوتريشن بار وكيف يطلعوا على الأغذية وكيف يحسبوا غذائهم، وقعدت تقول لهم هذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ممنوع. خلصت الحصة قالت لهم ضايل 5 حصص بتيجوا عليها، أعطتهم التواريخ. فهو يجي عليها قال لها هاي آخر حصة أنا باجي عليها. قالت له ليش؟ قال لها أنا مسلم، الخمرة عندي حرام والشرب حرام والسكر حرام والمخدرات حرام والحشيش حرام والنسوان حرام والمش عارف ايش حرام وهذا حرام، متعتي في الحياة الأكل. فيمكن يعني فعليا يعني ما صعب انك تخليني اترك هاي الشغلة. وفعلا يمكن احنا متعتنا في الحياة الأكل، يعني معظمنا متعته في الحياة، يعني زي ما حكيت انت الأجانب يمكن ياخذ له قطعة صغيرة ومشروب ويتمزمز عليها وخلاص يستمتع، احنا لا بنستمتع في الأكل يعني بنجد فيه متعة. لا بس حقيقة احنا المطبخ العربي يعني متعوب عليه، يعني مدرسة، يعني انت بجوز تشوف بعض الثقافات الأكل تبعهم أكل على الماشي. يعني احنا من وين تعلمنا الفاست فود؟ يعني ما تعلمناهوش من مطبخنا العربي الفاست فود. لا، احنا عندنا مطبخ فيه طبيخ وفيه نكهات وفيه تعب وفيه جهد، والست البيت بتكون في البيت يعني نص وقتها بتحضر وبتجهز وبترتب في الاكل. بينما يعني في ثقافات معينه، عدد كبير من الثقافات الاخرى يعني اتس فاست فود، يعني خلص اكل على السريع. ففعليا احنا الاكل عندنا لذه، فيه نكهه، فيه تفنن. يعني احنا يعني وهذا كمان ممكن يتكلم فيه ابو زهير كثير. اليوم انت لما بتحط السفره، فعليا السفره ما بتنحط بس وخلص، تنحط بترتيب وتنحط بتزيين، وفي زينه، موضوع زينه السفره هذه قصة جديدة غير قصة الأكل نفسه وطريقة إعداد الأكل نفسه. ففي عنا إحنا طقوس، في عنا طقوس وفي عنا ترتيبات، يعني زي كأن عمالنا بن بن بنعمل بن بنأسس بيت، وأنت بترتب السفرة هاي اللي راح تروح كمان ربع ساعة، اللي حتخلص كلها كمان ربع ساعة، بجوز تشتغل عليها ساعتين زمن. فيعني فيها تفنن، فن كلامك سيدي أستاذ محمد فضل. ذكرتني بشغلة بالبدايات لما دخلنا بهذا المجال، كان الوالد من يعني هو الأستاذ، يعني أستاذنا والله يرحمه، فكان يقول دائما أنت لازم تعمل الصحن للزبون. طبعا هذا بنحكي نحن على المطاعم، يعني لازم أول نظرة يأخذها الزبون للصحن ينبهر فيها. يعني طريقة التقديم اللي هي أول ما تنزل له الصحن على الطاولة لازم يكون شكله ممتع ورائع ويجلب، يعني يشوفه الزبون إذا كان مو جوعان يجوع، يعني فنيا. ومثل ما حكيت أنت إنه في طريقة للتزيين إنك أنت تجذب الزبون فيها أو اللي بده يأكل. اثنين، ما يكون الصحن مليان، يعني لازم الزبون ما يشبع، لأنه إذا شبع بيقول لك الأكل مو طيب. أوكي، وهي حقيقة، يعني هاي حقيقة فعلا. يعني بتشوفها بكتير شغلات. سلم ايديك، شو هالحمص هذا الظريف؟ هذه من ايديك هاي. والله هذا عملته حمصات الشيف هذول، عملته كيترينج لجماعه هون باحد
اشخاص اصدقائنا عملت لهم كاترينج، فكان منه هذا الصحن. شكله بشاهي. تسلم. فطريقه تزيين الصحن طريقه رائعه، يعني ضروريه، لانك انت تلفت نظر الزبون للشيء اللي قدمت له اياه، اضافه ما تكون الكميه كبيره منشان ما يشبع، لانه اذا شبع يعني ما كتير بيكون يعني اعطاك هاي شاورما بالبيت، هي عملناها بالبيت طبعا، هي تصوير عندي بنتي بتصور، فحبت تصور هون وانا عم بشتغل هون، صورته حتى فيديو بطريقه معينه ما بعرف شلون وقتها صورته، حلو كثير كثير كان حلو. اللي بدنا نحكي انه يعني حتى ست البيت، حتى ست البيت يعني عندنا ببلادنا وكلكم بتلاحظوها، اهالينا وحتى يعني ازواجنا وبناتنا بيحاولوا انه كمان انه يعطوا للصحن كمان شكل معين تكون كل العائله شايفته بشكل حلو ومرتب وتستمتع فيه كمان. هذا حتى بالبيت، يعني حتى بالبيت انا بلاحظها بكتير عائلات، يعني كتير اخواتنا المتزوجين بيحاولوا انه يطالعوا الشغله المرتبه اللي تعجب الزوج والاولاد ويكونوا راضين عن هالاكله، وهذا صحيح. كمان يعني هذا كمان فخر لنا يعني باخواتنا. صحيح. نعم أكيد العين بتأكل قبل التم زي ما بيحكوا. بالطبع، بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. أبو بيش بدك تبدأ لنا تعرفنا على 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 أكل الآن محضرنا وصفتها؟ والله أنا يعني تحضير، أنت حسب ما حكينا قلت لي الوصفة الكنافة وهيك، فأنا عملت تشكيلة أو يعني حطيت ببالي تشكيلة، أنا أي شيء يعني ينطلب مني ما عندي مشكلة فيه، لكن نحن رح نستغل الوقت بكام شغلة للي حالياً هلأ ظروف الناس اللي موجودة بالبيوت، ومثل ما حكينا مثل ما حكى الدكتور إنه بالمطبخ الناس كلها موجودة، يعني كله عايش في المطبخ، فبدهم شيء يعني خلينا نقول اللي ما كانوا يقدروا يساووه وهن بالحالات العادية أو الحياة اليومية العادية ممكن هلأ يساووه، ممكن يجربوا فيه، وأكيد يعني في شغلات ما بتزبط من أول مرة، وهذا طبعاً مو غلط، يعني هذا مو غلط، يعني حتى نحن لما تعلمنا ما تعلمنا يعني من أول مرة تعلمنا أي شغلة كانت تزبط معنا، أكيد بدها مرة وتنتين وثلاثة لحتى تعطيك الشكل الصح والطعم الصح وهيك. فكتير ناس بيحكوا عن الكنافة مثل ما حضرتك حكيت، كونه هون موجودة بالمحلات بس بجوز سعرها شوي، هاي اشتغلناها كمان كترينج لجماعة هون بكندا. الكنافة طبعا هي بالأصل بيقولوا لها كنافة نابلسية لأنه أصلها من مدينة نابلس بفلسطين، وانتشرت ببلاد الشام وصارت أكلة كثير يعني معززة والناس كلها بتحبها لأكثر من سبب، أول شيء حلو ونحن كثير بنحب الحلو طبعا ببلادنا، ثاني شيء فيها الجبن طبعا، والجبن كمان الناس كلها بتحبها، وطريقة عملها طريقة سهلة وما فيها تعقيد كثير، لكن الناس يعني معظمهم ما بينجح فيها، يعني بتعطيهم طريقة بس ما بتنجح معهم. أنا عامل طريقة أو يعني شغلة مبسطة بحيث أنه خلينا نقول الغالبية أنه يقدروا يعملوها، ما تكون يعني كتير معقدة. في كمان أنه النابلسية حلوين طبعا، ما بعرف ما جربت والله، أنا ما تعرفت على حدا نابلسي لسه لحد لا لا النابلسية كمان حلوين، عشان هيك بتطلع الكنافة تبعتهم حلوة. خلاص بركي نشوف حدا نابلسي نتعرف عليه نشوف على يا سيدي ان شاء الله خير. ف طبعا هون المتعارف عليه انه في الكنافه بتنباع
السوبر ماركت المحلات العربية عبارة عن هالعلبة هاي اللي صور كل الناس تعرفها، علبة العجينة اللي هي على شكل شعيرات يعني مثل الشعيرية أو هيك، عبارة عن عجينة، عجينة طبعا بمعامل الحلويات بيساووها مثل عجينة القطايف مثل عجينة العوامة، كلها طبعا عجائن هي حلويات، ففي لها طريقة بيعملوا فيها هذا الشعيرات هاي، وبنشفوها وبيحطوها بعلب بيفرزوها ببيعوها مفرزة. ببلادنا طبعا بتاخد فريش، هون في منها مفرز بيجي وزنها تقريبا نص كيلو، ما أعتقد 450 غرام أو زائد ناقص شوي. هاي العجينة بتيجي جاهزة، طبعا احنا نحكي عن الكنافة الناعمة هلا اللي هي رح تكون موضوعنا تقريبا. أول شيء منجيب هاي العجينة ومنتركها حوالي تقريبا بجو المطبخ من ساعة لساعتين لتحل شوي، بعدين بنفتحها وبنقطعها بشكل تقريبا بالسكين تقريبا حوالي 2 سنتي لكل قطعة، يعني قطع تنعيم يعني. بعد ما نقطعها بنحاول انه نفرفدها شوي يعني مع بعض، لانه بدنا نعملها وجه على الماكينه، ماكينه اللحمه اللي هي كل الناس تعرفها وبعتقد موجوده عند الجميع يعني. بنضيف لهي العجينه كميه بسيطه من السمنه سائلة، يعني نخلي السمنة تكون سائلة، ما ندوبها على الغاز طبعا، يعني خليها تكون بحرارة الغرفة سائلة. بنضيفها لهي الكنافة ونفركها شوي بحيث انه لما نحن نعملها على المكنة تكون سهلة ما تغلبنا بالفرن. بعد ما نعمل هاي العملية بنعملها على المكنة دور واحد طبعا على الوجه الناعم أنعم شيء يعني، ونضيف عليها بعد ما نخلص حوالي كاسة حليب صغيرة لحتى نطريها يعني تكون شوي طرية، يعني نرطبها ترطيب يعني ما تكون عجينة، لا تكون عجينة كتير مثل العجين العادي ولا هي ناشفة، يعني ترطيب بشكل انه تترطب كلها. بعدين بنجيب صينيه، ولازم تكون الصينيه يعني يفضل النحاس، طبعا النحاس مو كتير موجود هون، ممكن الومنيوم وممكن ستانلس، اذا كانت الومنيوم ما تكون جديده لانه جديد لازم تكون محروقه الصينيه، يعني لازم تلدحها بالفرن مشان ما تلزق عليها العجينه، يعني لازم تكون مشغول فيها اكثر من مره مو أول مرة، يعني لو جبت صينية جديدة أول مرة راح تلزق عليها الكنافة وما تزبط وتكسر أو ما تنفك. ف بنجيب المنخل أو مصفاي وبنحاول ناخذ أنعم طبقة بالكنافة، بنحطها يعني بالمصفاي وبنرش بقلب الصينيه بعد ما ندهنها بشويه سمنه، بنرشها على الصينيه كامله بحيث انه الطبقه الناعمه تتشرب هي السمنه اللي موجوده بارض الصينيه، يعني تكون عباره عن رشه صغيره كتير كتير يعني. لما نشويها طبعا هي الطبقه بتساعد انه تخلي الكنافه ماسكه ما تفرفط، يعني معظم الناس بتساويها لما بتقلبها بتفرفط، فمنشان ما تكسر هاي الطبقة بتحاول إنه تمسكها فيها. بعدين بنحط بقية الكنافة بعد ما نكون كمان فردناها، نفردها بالصينية كلها بشكل متساوي ونضغطها براحة الإيد كمان بشكل لطيف، يعني ما نكبس عليها كتير، يعني الكنافة هاي بدها شوية هدوء، بدها شوية
نعومه ما تكون الايد بكامل الايد انك تضغط عليها لانه هي اصلا عباره عن مثل الرمل يعني، يعني ما انا لها. بدي اقطعك معلش، ما دام بدها نعومه معناها لازم نسوان يسووها ولا رجال بيقدروا؟ لا لا هو الناس يعني معامل الحلويات رجال، لكن يعني ما بدها خشونه كثير انك تضغط عليها، وبعدين لما تضغط عليها راح تروح كلها على جناب، فبدها تكون كلها بمستوى واحد وتكون مضغوطه شوي مو كثير يعني شوي، انه بحس انها تتماسك مع بعضها. هي حتمسكها السمنه والحليب حيمسكها، فانت بتحاول انك تعملها بشكل سطح افقي ملبد. بعدين لما نخلص من العملية بنجيب الجبنة العكاوي، طبعا مع الكنافة. ما بنقول انه ما بيزبط غير العكاوي، بس اطيبهن يعني اطيبهن وافضلهن هو العكاوي. هلا اذا ما انوجد ممكن تضيف عليها موزاريلا، وممكن تسويها بس بموزاريلا، لكن ما بتعطي نفس الطعم، مو نفس الطعم بتعطي. طبعا العكاوي دائما بتجي جبنه قاسيه ومالحه، فنحن قبل ما نشتغل فيها لازم نكون محلينها بالمي، نكب عليها المي مرتين ثلاثه قبل بيوم، يعني نكون مجهزينها ومنشفينها، يعني بتفركها بالايد وبتنشفها بحيث انه تكون جاهزه لتحطها على وجه الصينيه. لما نحطها على وجه الصينيه، هلا في نحن عندنا طريقتين بالنسبه للبيت، كونه ما في الغاز اللي بنعمل عليه الكنافه بالمعامل محلات الكنافه، اما بدك تعملها على الغاز او بدك تعملها بالفرن. الطريقه اللي انا شفتها هون افضل، لقيتها احسن واريح لست البيت، انه مبدئيا ما تحط عليها الجبنه، نحط عليها بس الكنافه، بنفوتها على الفرن لمدة 10 دقائق مع التدوير، كل شوي مندورها، يعني ما نخليها مكانها، بنحاول ندورها مشان النار تاخذ على كامل الصينية. بعد 10 دقائق بتكون هي استوت طبعا من تحت، طبعا احنا بنكون شغلين الفرن بس من تحت. لما تستوي من تحت بنطالعها، بنحط عليها الجبن ورشة كنافة من فوق على وجه الجبن مشان ما تتنشف كتير، ومنرد منحطها بالفرن ومنشغل من فوق فقط بحرارة خفيفة لمدة 2 3 دقائق، بحيث انه تسيح الجبنة ما تنشف، تسيح سيحان يعني تصير مثل ما بيقولوا شاطة. منطالعها لبرا بهاي الحالة، طبعا الجبن هون رح يتخلص من المي اللي فيه، منحاول برول المحارم او قطعة قماش ناشفة، نسحب المي، بنحطها على وجه الجبنة ونسحب المي منها، لأنه إذا خلينا هاي المي بتكسر الكنافة، يعني لما نقلبها بتكسر، فلازم نتخلص من هاي المي اللي بتكون على الوجه. نحاول نتخلص منها، بنطالعها لبرا، بنشيل المي عنها، وبعدين بنجيب صينية أكبر شوي، أكبر منها، ممكن نغطيها حوالي 3 4 دقائق قبل ما نقلبها، نغطيها شوي منشان تدوب الجبنة مظبوط على الحرارة، طبعا بتدوب وبتسيح. بعدين بنقلبها على صينية تانية مدهونة بشوية سمنة، الصينية طبعا أكبر مدهونة بشوية سمنة، بنقلبها عليها ومنضيف عليها القطر الساخن. القطر عبارة عن، كل الناس بعتقد بتعرفه، شغلة ما كتير صعبة، عبارة عن كاستين مي وكاسة سكر، طبعا ما يغلي كتير يعني ما في داعي يغلي كتير، بس تقلبها بتدير عليها القطر، ومو بشكل مباشر القطر، يعني لازم يكون معك شغلة ما ينزل القطر مباشر على الصينية على الكنافة، لازم ينزل على شيء، على كوبجاية مثلا أو على مشحاف أو أي شيء، وبتفرده على دائرة الصينية. طبعا تاخذ قطر منيح لبين ما تتشرب، وبعدين تسكب منها وبتاكل ساخن. هاي طبعا الطريقة يعني الأسهل بهاي بالبيت، يعني لأنه
ما في الإمكانيات اللي موجودة، اللي هي الغاز المدور المسقب، غاز الكنافة اللي بالمطاعم بيساوي بالمحلات الحلوة. هاي هي الطريقة. طبعا الله يعطيك العافية، الفستق يعني الحلبي شهدت والسنوبر. عليها. يا سيدي اهلا وسهلا فيك، امتى ما حبيت، بس لنخلص من كورونا تكمل هناك. بنتشرف بنتشرف. وبعدين فستق الله، حلبي بيجي فوقيها. فستق حلبي وصنوبر، يعني عادة صنوبر وفستق حلبي. زي ما بيحكوا الله يقطع الكورونا على اللي قبل كورونا، على سنين الكورونا. أنا كرهت طيب. المكرونة من ورا الكورونا. خلينا نسلم على نادية. معنا ضيفة أختنا، وأهلا وسهلا فيها الأستاذة نادية. طبعا نادية she's a vlogger ومشهورة في أوتوا، كل يوم بتحط شغلات حلوة على الفيسبوك، فبدنا اليوم نعمل لها تيست في الشغلات الزاكية اللي بتسويها، تحكي لنا شوية عنها. أنا على تفضل يا ضمانتي، نادية. على ضمانتي. احنا اكلنا وجربنا صراحة اكثر من مرة عندها، ما شاء الله بيت كرم بيت عز، بس الطعم يعني صعب انه نوصلها عن طريق الفيسبوك او اليوتيوب اليوم، بس على قليلة بزمن الكورونا مضطر اخاك لا بطر. تفضل يا نادية، شو بدك تحكي لنا اليوم، شو بتحبي تحكي؟ الله يمسيكم بالخير. طبعا بهالزمن اللي ما بحب صرت يعني اقول الله يقطع الواحد اذا بده يحكي سيره الكورونا، بس بعرف شو نفتيها يعني. المهم صرنا نعمل شغلات كنا يعني كيف بدنا نخطط يعني لنعملها، عرفت علي؟ بدنا نهم بدنا نعمل من بدنا نقعد كل شوي نقول اليوم بدنا نعمل هيك، اليوم بدنا نعمل هيك، وتمرق الشغله لبعد اسبوع. هلا صرت اقوم من النوم اروح على المطبخ اخلص من 5 6 شغلات. يعني لما حكيت معي دكتور جمال اليوم انا ما كنت ابدا مخططه، صح ولا لا؟ قلت لك انا بالمطبخ وعم بعمل حلو وعم بعمل اشياء، فصار الواحد قاعد بهالبيت بس بتفشش في المطبخ مني وعلي يعني انا. فالحمد لله يعني من ندعي ما لنا الا دعاء ان نخلص من هالمأزق. امين امين. شو عملتي اليوم؟ شو الطبخه اللي عملتيها؟ بعثت لك صوره صحنك اللي ما وصلك. طيب ها بدي احطه شير، بدي احطه شير، بس بدي تحكي لنا عنها. لا انا بدي احط لك هي. اليوم عملنا كعك فلسطيني. اوه طبعا بعمل كميات صغيره انا بصراحه. عملت بيتيفور، بتفور فانيلا وبتفور شوكليت، في هذا تارت في البيكان والزبيب، وهي عبارة عن هي الوصفة من حبيبتي شيف روبا الناجي، أكلتها عندها وحبيتها كتير. هي عبارة عن فستق حلبي مع موارد وقطر من جوا، وبعدين بنغلفها كمان بلوز، بطبقة من اللوز المطحون كمان مع بيضة، يعني إلها ريسيبي، وبعدين بنغمرها في الشوكليت وبعدين بتتاكل بلقمة يعني بالآخر. نادية 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 بدي أحكي لك شغلة. تفضل. ومعلش هذا سر بدي أفتن فيه. يلا تفضل. ما في مرة حكيت مع الدكتور جمال إلا كان بياكل. بحكي له أنت عايش يا دكتور، أنت عايش في المطبخ؟ بحكي لي لا مش عايش في المطبخ بس الأكل قريب مني. بس اسمع، طب انا بدي احكي السر هلا على الهوا. لما رحنا عنده كلنا هو اللي بيقوم بكل شيء بصراحه، وبيحط بسم الله عليه كمان بيت كرم، وبيضيف ومد السفره. هاي ما فيها كلام، ما فيها كلام، هذا مش تدلو فيها. قصدي انا من تجربتي، يعني من تجربتي الشخصيه، انه الرجال اللي ايده في البيت وخصوصا في المطبخ بضلوا ياكل بتشهون اكثر يعني. والله عرفت علي؟ فاضيين فاضيين. هلا سنه طيب، سنه طيب. صح وهنا العافيه اللي بتاكل. طب بدك تعطينا وصفه الله الله، بدك تعطينا وصفه من الوصفات اللي عملت اللي سويتيها اليوم، واحده على القليله، اسهل واحده، شو بتلاقي؟ طب اختار. كله سهل، كله سهل، بس زي ما حكى الشيف يعني، هي لما انا عم بسمع للشيف بالريسيبي اللي اعطانا اياها تبعت الكنافه، يعني بظن انه بنعملها تلقائي هاي القصص، بس هو الله يعطيه الف عافيه وقت عم بيشرحها، يعني بصراحه انا يعني خفت، عرفت علي؟ ستبس كثير، فهمت علي؟ بس هي هيك الشغله، براكتس وتبس. يعني مثلا اذا البيتفور نعمل في طريقه معينه بيطلع بسكوت، فهمت علي؟ ما بيطلع بيتفور يعني، فاهم علي؟ فهي
ستيب بتاخدك من المطبخ، يعني عالم المطبخ عالم، هو فن 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 يعني اكيد ذوق، يعني كل واحد له ذوقه. فيعني اختار مثلا، واذا بدكم اي حدا، يعني انا دائما بقول اي حدا بيحتاج اي ريسيبي من عيوني يعني بفصل واللي بده اياه، يعني عرفت علي. فالبيتفور هو ولا شيء، عباره عن سكر مطحون وزبده وبيضه وطحين، وانا بحط فيه نشا مشان يقرش، هذا الفانيلا والشوكليت بنقص من الطحين بحط بداله كاكاو، وما بعملها على الفود بروسيسور، بعملها على اصابعي مشان تطلع النكهه اللي بحكي لك عليها، ما تصير بسكوت. طبعا هي في طعم اصابعك بيطلع جوا. لا دكتور اسمع الدكتور مخلص عم بيعلق، شفت عشان هيك احكي لك. دكتور مخلص لازم دائما بقول لك اصابع المره لما تنحط على الكنافه بتطلع طعمه بتختلف عن اصابع الرجل. دكتور الدكتور مخلص نظرياته لازم نقف لها احتراما. نعم على راسي، هو كله مش نظرياته. هلا ما خصنا اذا النظريات ما بنتفق فيها، يعني هلا انا احتراما 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 محافظات على نظرياته. شيف محمود سؤال سريع، تفضل. الكنافه ما دامنا احنا في الكنافه، في كنافه بيحكوا رملاويه، في كنافه غزاويه، وفي كنافه حتى اللبنانيه بيعملوها اعتقد بالقشطه او بشيء ثاني. بالشام عندكم بسوريا بتسووها بالجبنة زي أهل نابلس، ولا برضو بتعملوا عليها بالقشطة، ولا بتختلف؟ أنا أول شيء بدي أسلم على الأخت نادية، ما سلمت عليها، أهلا وسهلا فيكي والله يعطيك العافية. الله يسعدك. بالنسبة للكنافة، نحن عندنا بسوريا جبنة العكاوي. طبعا عندنا نوعين اللي هي الخشنة والناعمة، الكنافة الخشنة والكنافة الناعمة. وطبعا صحيح هي نابلسية يعني لا ينكر، لكن بسوريا بتنعمل بطريقة رائعة جدا 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 وطيبة. يعني في محلات معروفة بتعمل كنافة يعني رايح تاكل صحن ممكن تاكل اثنين. الأساس اللي هي الجبنة، مثل ما حكيت انت، في بعض البلدان بيعملوها بقشطه، مثل هون مثلا شفت انا اكثر من مكان بيعملوها بقشطه، حتى عندنا بسوريا شفتها بالاردن كمان قشطه بيعملوها. في الكنافه المبرومه اللي كمان نفس الشيء بيحشوها قشطه كمان، يعني اي نوع من انواع الكنافه. لكن بشكل عام هي الاصل الناعمه والخشنه، حتى هي بالأصل الناعمة، لكن الخشنة بعدين ممكن حسب أنا ما بعرف التاريخ الكنافة أو التطورات اللي صارت عليها، هي بالأصل ناعمة، يعني بالأصل هي كانت الناعمة بعدين بلشت الخشنة، يعني نوع من التطور مثل ما بيقولوا صار في نوعين. لكن أساس الكنافة الجبنة، يعني هديك كلها اجتهادات تانية، مثل لما تعمل أنت مثلاً طبخة معينة، خلينا نقول مثلا المقلوبة عندنا بسوريا نحن باذنجان بس، بينما بالأردن مثلا باذنجان وزهرة وبطاطا. يعني لو رحت على سوريا مثلا وقلت لهم أنا بدي أعمل مقلوبة مثلا باذنجان وزهرة وبطاطا، ما حدا بياكلها لأنه مو هيك. بينما لو رحت على الأردن وعملت لهم بس باذنجان كمان ما حدا بياكلها لأنه هيك تعود عليه. يعني هاي الأكلات اللي هي يعني دائما الناس بتقول إنه لا هذا الصح، أنا برأيي مو هذا الصح، هذا عبارة عن تزوق. يعني اليوم بتشوف مثلا الملوخية بتشوفها بفلسطين بتخوها بطريقة، بسوريا بطريقة، بلبنان بطريقة، بمصر بطريقة، عندنا يعني نحن مثلا بسوريا ورق بس. يعني صح، الملوخية المفرومة الناعمة ما حدا بيطبخها ابدا يعني الا ورق، لازم تكون ورق. بينما مثلا بالاردن بفلسطين بلبنان بمصر بتلاقيها ناعمه زي الشوربه تقريبا. صح، في منها يس يعني في
هي طبعا اذواق يعني، وكل بلد لها يعني. الطعم وكيف تطور المكان يا نادية، تفضلي كنت بدك تحكي شيء. تفضلي. بدي احكي حضرة الشيف يعني مستجد على الاردن، بس احنا على ايام زمان امي من نابلس الله يرحمها ويرحم امواتهم، كان مستحيل مستحيل يقتنعوا بتداخل المطابخ زي ما حضرتك حكيت. يعني اذا حدا بده يعمل مقلوبة، حتى عند اهل نابلس مقلوبة زمان ما كانت هاي بطاطا وباذنجان وزهرة مع بعض، هاي مستحيل، ولا يوافقوا عليها، طلعوا فيها مستحيل يقربوا عليها. بس هلا اتداخلت المطابخ في بعض، صرت انا اكل عندك واكل عند فلان واعمل زي ما انا بحب والذوق اللي انا بدي اياه. فزمان كانت غير، وصار الواحد هلا يتغير يعني، عرفت علي؟ فهي صار حدا حال هلا بعرف حدا بحط جزر في المقلوبة يعني، عرفت علي؟ فما الواحد يعني بيستغربها اولها، بس خلص بيقتنع فيها. وانا من الناس اللي بحب كتير اجرب يعني، وما بروح بحب اجرب، لانه ما عندي هذا التزمت، لأنه لازم الواحد تكريات يعني، عرفت علي؟ إذا ما دوقت من هون ومن فلان ومن فلان ما حيعجبك، أو ما حيصير عندك شوية نظرة لقدام إنك تغير بالصحن أو تغير بنفس الأكلة أو بأكلة جديدة من الأول وجديد. فهذه هذا اللي حبيت أوضحه، إنه حتى التزمت، بسميه تزمت على فكرة أنا، في كل بلد، عرفت علي؟ يعني مستحيل كانوا حتى مقلوبة الباذنجان احنا ما بتتسوى الا على لحمة خروف. يعني انا بعرف اهل الشام بيسووها مثلا على لحمة مفرومة، انا اول ما شفتها كتير استهجنتها، هذا قبل 20 سنة الحكي يعني، ما بعرف هلا. فيعني فهي المطابخ تداخلت بايامنا، خصوصا مع وجود السوشيال ميديا، صار كل واحد يطلع التاني شو بيطبخ، ياخد فكرة او ياخد الريسبي نفسها تدخل على البيت. هلا بكره بنتي شافتني انا شو بطبخ، ما بتعرف ستها شو كانت تطبخ، عرفتها؟ بنطلع من جلباب ابي بهاي الطريقة. ميكس. طيب طبعا بدناش انا تشوف اكل جديد يا ابو ادم؟ بناخذ، بس انا بدي شايف هون ما شاء الله نادية عندها جمهور، بقول لك الشيف نادية واحلى شيف بس انا ما و بشوف في كومنتس يا جماعة. جمهور ما شاء الله، يعني اكثر من 10 كومنتات بس بيرحبوا بنادية. اهلا وسهلا بنادية. الله يسعدكم جميعا، طبعا انا بس بدي اضيف جزء هون، انه اعتقد انه الانجريدينت، وجود الانجريدينت كان له عامل. يعني مثال موسم الباذنجان، اكيد راح يستخدموا الباذنجان، لما ما يكون في باذنجان بيستخدموا مثلا شيء ثاني. فاعتقد المواسم كان لها اثر في الطبخ، خاصة في ايامنا، لانه كانوا زمان كله على الزراعة، فما الموجود هو اللي يطبخوه. شو رأيك استاذ محمود؟ والله يعني هذا الكلام ما بعرف، يعني انا ما كتير بأيده، ممكن يكون جانب منه صح، لكن لما تقول انت مثلا مقلوبة، فرضا خلينا بموضوع المقلوبة واللي هو الباذنجان، طبعا هاي أكلة صيفية، يعني إذا موجود الباذنجان انطبخ، ما موجود ما انطبخ. هيك كانت فكرة الستات البيوت وأماتنا وأهالينا اللي كانوا سابقا. ومثل ما حكت الأخت نادية، إنه بكل مطبخ في له مواصفات معينة، والمفروض ما يكون مثل ما حكيت يكون في تزمت. يعني اوكي، انت بتساويها بالزهرة، الثاني بتساويها باذنجان، انت لك تدوق، اذا عجبتك كان ما عجبتك كمان انت، يعني اذواق بالاخر، اذواق يعني. طيب بدنا نسألك عن الكبة، يعني اهل الشام بشكل عام يعني مشهورين فيها، تفضل. الكبة طبعا هي أكلة تعتبر ملوكية، يعني أكلة ممتازة وطيبة والناس كلها بتحبها، والمطاعم طبعا تعتبر أكلة رئيسية، هي تعتبر من المقبلات الساخنة. يعني عادة بالمطاعم في نوعين من المقبلات، مقبلات باردة ومقبلات ساخنة. الكبة تعتبر مقبلات ساخنة، أنا بحكي عن الكبة المقلية اللي هي صورتها أنت حاططها هلأ. طبعا في أنواع كتير، في عندك الكبة المقلية اللي هي هاي بسوريا بسموها كبة حميص، في عندك الكبة المشوية، كبة بالصينية، الكبة المبرومة،
اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هي عبارة عن أكثر من نوع، الكبة النية مثلا، الكبة على السيخ، الكبة اللبنية، في أكثر من نوع. نحن اليوم يعني رح نحكي عن الكبة المقلية اللي هاي صورتها حاليا. طبعا في نوعين من البرغل اللي ممكن تستخدمه لهاي الكبة، اللي هو في الأحمر وفي الأبيض. طبعا الأبيض أفضل وحتى أطيب، اللي هو البرغل عادة بيكون 3 أنواع، في ناعم وفي وسط وفي خشن. احنا بنستعمل الناعم. الناعم عبارة عن جليش القمح، يعني بيساووا بطريقة بيقسموا البرغل ل3 أنواع، منه الناعم والخشن والوسط. فبناخذ نحن البرغل الأبيض اللي هو أو الأصفر، خلينا نقول مثلا أخذنا كيلو برغل. ممكن يعني إذا حدا بيحب يخلط مثلا نوعين، يعني برغل الأحمر والأبيض سوا كمان بصير. ممكن تخلط نص بنص، ممكن خلينا نقول 750 غرام أبيض و250 أحمر. طبعا هذا بيعطي لون للكبة بعد ما تخلص أنت، بيعطي لون للكبة، لكن الأصفر دائما بيعطي لون أشقر للكبة أحسن، يعني بتكون لونها أحلى. فبناخذ الأبيض، نحن رح نحكي عن الأبيض، هي بالآخر كل واحد حسب طريقته حسب البرغل. هذا أول شيء نحن بنغسله غسيل، ما بننقعه نقع، بنغسله غسيل ومننشفه ومنحطه على جنب. هذا الكيلو البرغل خلينا نقول عادة بنستعمل له 300 غرام لحمة حمراء، اللي هي لحمة عجل، يعني بدون دهن نهائيا. طبعا بنجيب هذا البرغل بعد ما غسلناه غسيل عادي، وبنعمله وجه على الماكنة بدون أي شيء، ما بنحط له شيء أبدا أبدا، لا بهارات ولا لحمة ولا شيء أبدا أبدا. أول وجه. الوجه الثاني بنحط اللحمة معه وبنعمل لها فركة بسيطة، وبنحط البهارات اللي احنا بدنا نحطها. عادة يعني الشيء المتعارف عليه اللي هي فلفل أسود ورشة كزبرة وبرشة ليمون ورشة شومر، بعض الناس بتحط نعناع يابس، نحن بسوريا ما بنحط، وبصل. طبعا هدول المواد بتحطهم على ال، إذا بدك إياها كمان حارة، في ناس بتحبها حارة، ممكن تحط فلفل أبيض، ممكن تحط دبس فليفلة اللي هو بيكون موجود وين ما كان معروف، يعني دبس فليفلة ما موجود ممكن تحط شطة عادية، فلفل أحمر حار، وممكن تحط كمان رشة بابريكا للون إذا بدك لون. فبتاخذ هدول المواد بتخلطهم مع بعض، والملح طبعا حسب الرغبة، يعني ما رح نعطي عيارات، لأنه لما تعطي عيارات الناس بتلتزم فيها، بصير واحد بيطلع مالح واحد مو مالح، يعني كل واحد بيحبها بطريقة معينة. واللي بيحب يعني نعطي عيارات ما عندي مشكلة، يعني يكتب لنا على التعليق ونحن جاهزين نعطيه عيارات صحيحة 100%. بعدين بنجيب هالخلطة هاي بنعملها وجه تاني على المكان. طبعا ليش نحن ما حطينا اللحمة بالوجه الأول؟ يعني أكثر من واحد ممكن يعني يسأل، إنه عادة بيحطوا دغري اللحمة. هذا غلط، المفروض اللحمة ما تنحط غير للوجه التاني منشان ما تسخن اللحمة، لأنه لازم العجينة تكون باردة. إذا شفنا العجينة بالوجه التاني، البرغل بعده الحبة لساها شوي قاسية، ممكن نعملها وجه ثالث.
إذا شفناها لا منيحة نكتفي بوجهين، حسب نوعية البرغل، يعني هي بالآخر ترجع حسب نوعية البرغل، بس بعتقد وجهين بكفي. ف لو قلنا إنه الأستاذ راح الخط. طيب نادية، نادية حنسألك الآن. إحنا معلش شكل الخط قطع مع الأستاذ محمود. نادية، شو أحلى طبخة أنت بتسويها؟ شو الطبخة اللي هاي أستاذ محمود رجع لنا؟ ما بعرف ليش فكر عندي. ما في مشكلة، ما في مشكلة، سوري نادية حنرجع لك، بس كمل أستاذ محمود. يس تفضل أستاذ محمود. ف وجهين بكفي، بناخذ العجينه وبنعملها عجنه بالايد، وبنحاول نطريها بشويه مي، لانه بتكون خلال الطحن على المكنه او الوجه الاول والثاني بتكون نشفت، واذا شفناها ناشفه كمان خلال عمليه الطحن على المكنه ممكن نطريها كمان بشويه مي، يعني لازم ما تكون كتير ناشفه ولا حتى طريه. هاي بتكون جاهزه العجينه لانه نعمل الكبه. هلا بنيجي للحشوه. الحشوه عباره عن لحمه خروف. لحمه خروف لازم يكون فيها شويه دهن لانه بتعطيها نكهه اطيب. طبعا للكيلو البرغل نحتاج تقريبا يعني 700 غرام لحمه مع كيلو بصل. هلا في ناس بتحب البصل خفيف، في ناس بتحب كثير، هي حسب الرغبه. عاده يعني يكون خلينا نقول الكميه متساويه او اكثر شوي البصل، لانه بالاخر البصل رح يدوب وتصفى اللحمه يعني اكثر. طبعا البصل بينفرم بشكل ناعم، ناعم كثير. بنقلي البصل بالاول، بعدين بنحط عليه اللحمه، ونضيف له فقط فلفل اسود وملح. هذه الحشوه ما بنحط لها اي شيء ثاني، فلفل اسود وملح بس. بنخلص الحشوه. الحشوه هاي بعض الناس بتحط صنوبر بالحشوه، البعض بحط جوز، البعض بحط رمان، البعض بحط سماق، طبعا كله بيصير، لكن اطيبهم اطيبهم وبعتقد يعني خلينا نقول ازكاهم اللي هي صنوبر ودبس الرمان. لكن إذا أنت حبيت تحط جوز ما في مشكلة، حبيت تحط رمان ما في مشكلة، أما الأساس هو الصنوبر ودبس والسمر. منبلش بتكوير الكبة. طبعا في هلا المكنات الموجودة هلا حاليا معظمها فيها هاي الفورمة تبع الكبة، بعتقد هي سهلة جدا جدا إنك أنت تساوي كبة وتكون كلها بنفس المقاس، وتكون بنفس السماكة، ما تكون هي لا سميكة ولا تكون كمان رقيقة. إذا واحد أو إذا واحدة بالبيت، يعني في كتير ستات بيلاقوا صعوبة إنه يساووا الكبة طريقة تدوير القرص. هلأ في طريقة تانية اللي هي ممكن تعملها، تاخذ حبه الكبه بتعملها على شكل دوائر مثل العجينه، وبتفتحها بالشوبك المطبخ، وبتحشيها وبتلفها على شكل حبه القطايف. كمان هاي بتصير وشغلتها سهله، ما بتعذب، و يعني اسهل من التكوير بالنسبه للست اللي ما بتعرف تساوي الكبه. طبعا لازم تحط انت قطعة نايلو تحت الكبة وقطعة نايلو فوقها مشان ما تلزق بالطاولة، وبعدين بتفردها وبتساويها بشكل دائري، تحشيها وبتلفها بشكل حبة القطايف وبتقليها. هاي هي كل طريقة الكبة. طبعا في أنواع كتير، الكبة المية قلنا، واللبنية، اللبنية بتيجي أصغر شوي، كبة بصينية، في كذا نوع للكبة يعني. لكن هاي الأساس، عادة الناس لما تقول كبة بتبادر للذهن الكبة المقلية اللي هاي صورتها. شيء بيشهي الصراحة، يعني هاي الكبة المقلية بعد ما تخلص شيف. نعم. عادة إيش اللي أنت
يعني عندك في المطبخ، او لما بتقدمها للناس اللي جايين ياكلوا في المطعم، بتقدم لهم اياها مع ايش؟ هل بتقدمها انت يعني يعني مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ الـ الوجبات الرئيسية، ولا إذا بدك تقدمها وحدها في شيء ثاني، إذا تاكل معها بيعطيها نكهة أزكى؟ هلا بالنسبه للمطاعم، قلت لك انه هي تعتبر من المقبلات الساخنه. المطاعم عاده في اول شيء في عندك صحن الشوربه اللي هو بينزل اول شيء، بعدين عندك المقبلات البارده اللي هي التبوله، الفتوش، الحمص، الغنوج، المتبل، هالقصص هاي، اللبنه، الكشكه المحمره، طبعا هي كلها مقبلات بارده. المقبلات الساخنة اللي هي البطاطا المقلية، اللي هو الكبة المقلية، اللي هي مفركة الفطر، مفركة كوسة، مفركة بطاطا، هدول مقبلات بيجي مقبلات ساخنة. بعدين بيجي الطبق الرئيسي اللي هو إما بيكون وجبة، خلينا نقول مثلا فريكة، كبة لبنية، مشاوي، يعني عادة بتكون الكبة من ضمن هاي الطاولة، يعني ما بتكون هي لحالها. ما شفتها يعني مثلا مع رز؟ لا مع رز ما يعني ايش عادة مقبلات مع اي نوع من انواع المأكولات؟ على الأغلب بتنزل مع المشاوي، على الأغلب على الأغلب يعني مع طبق المشاوي عادة بتنزل كبة. يعني هون اختيار الزبون، يعني أنت لما بيجي الزبون على المطعم هو بيختار، هو حابب ياكل كبه، فممكن ياكلها لحالها، لحالها، ممكن يعني زي الوجبه اللي بده. انا بحبها لحالها، انا شخصيا بحبها لحالها. لا مثلا انت بتشوف مثلا بالمطاعم لما بتكون الطاوله مثلا فيها معظمها نسوان، بتلاقي معظم الطلب بيكون اغلبه تبوله مثلا او ورق عنب. بيحبوا الورق العنب، بيحبوا التبوله، هذه مقبلات بارده قبل الطبق الرئيسي اللي هو المشاوي او يعني ايا كان راح ينطلب. يعني عاده 4 اقسام هي الشوربه، بعدين المقبلات، بعدين المقبلات الساخنه، بعدين الوجبه الرئيسيه، بعدين الحلو. طب ابو زهير، في سؤال، عفوا، في سؤال من اخت ميسم بتقول لك شف ما بتلمس الكبه بعد حشيها بمي ونشا، هذا سؤال، بتحط مي ونشا عليها؟ لا 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 ما في داعي. هلا عادة في ناس بحطوا مي بحلوه مع النشا، بيعتقدوا انه راح تمسك الكبه اكثر، هو هذا غلط. والناس بتفكر حتى انه هي من شان قرشه الكبه، كمان هذا غلط. قرشه الكبه ومسكه الكبه، القرشه عباره عن موضوع البرغل، اذا نقع البرغل بشكل وقت طويل ما راح يقرش نهائيا، راح تموت الحبه وما راح يقرش. البرغل ما لازم ينقع، لازم ينغسل غسيل بس، ما بصير ينقع. الشغله الثانيه، اللحمه مع البرغل، مشان هيك انا قلت انه اول مرحله ما تطحن اللحمه مع البرغل، لازم تطحن بالمرحله الثانيه، بس البرغل يجي مع اللحمه لحالها رح تصير عجينه. يعني اهلنا سابقا زمان كانوا يحطوا بدال اللحمه بطاطا مسلوقه، يحطوها مع العجينة منشان تمسك العجينة، لأنه كان تعرف هديك الأيام أهالينا القدامى ما كان في لحمة مثل هلأ موجودة يعني، فكانوا يستخدموا بدال اللحمة بطاطا أو طحين. يعني في بعض الناس كانوا يحطوا طحين اللي هو هلأ ممكن تقول نشا، ممكن تكون أي مادة منشان تمسكها، لكن هذا مو صح وبيقلع طعمة الكبة، يعني بتصير طعمة الكبة كلها مو مزبوطة. يعني انت اذا بتاكل حبة كبة صح بدك تشتغلها بهي الطريقة اللي قلت لك عليها. طبعا في طرق كتير، يعني مو طريقتي انا هي الصح، خلينا نقول نفرضها على الناس، لا، بس يعني هي الطريقة بعتقد كتير كتير طيبة وممتازة. الله يعطيك العافية، شهيتنا والله للكبة ابو زهير، الله يبارك يعني فيك. ما شاء الله، يعني شكلها بشهي لحاله هيك. ان شاء الله قريبا نتخلص من الكورونا وننتقل للاكل والمعكرونه.
بس انا بس يعني بدي اسال الدكتور جمال بعد اذنكم. دكتور جمال، ايش اكثر طبخه انت محترف فيها في المطبخ غير البيض؟ شوف، ما كانش الاتفاق هيك، احنا طلعنا على بعض هيك، اتفاق على الضيوف. مالك ابو حميد؟ طبعا يعني انا من الاشخاص اللي بطبخ، ما يعني بفتح الثلاجه بشوف شو فيه، بطلع بحطه على بعضه، فالطبخه ما بتطلع مرتين معي، يعني هي مره واحده. يا بتطلع يا زاكي يا مش زاكي. عندك ركات متروعة. لا ما في. ندى، نادية، احكي لنا شو الطبخة اللي انت بتشعري انك اليوم ممكن تقدميها يعني انا شايف ما شاء الله كله يسعد مساكن ندوش، اهلين ندوش، مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا، تفضل. يسعد قلبكم. انت سالتني اياها قبل ربع ساعه وما فكرت فيها لانه صعب اجاوبك صراحه. ما بعرف، يعني ما بدي احكي عن حالي، بس يعني انا بعتقد اي شيء بعمله الحمد لله، اني بحب يمكن بطني فبطلع معي كثير زاكي، فما بيهمني اي شيء بنطلب مني بعمله الحمد لله باتقان، يعني يمكن طيبه نفس، يمكن محبه، فبطلع كثير طيب. ما بعرف، يعني بتقدر تقول المنسف، المسخن، كمان المقلوبة، المفتول، هاي أكلاتنا التراثية أنا بحبها كتير، وعلى فكرة وبطبخ وبتعب حالي أحياناً وولادي ما بياكلوها، يعني أحياناً كتير، بس لازم أفرجيهم إنه في إشي اسمه هيك، وفي إشي لازم يكون موجود على سفرتنا. بقول بكره يمكن بس يكبروا بتذكروا انه امهم عملتها، يعني فهمت علي؟ لانه يا وير ستراجلينج هون، انه الاولاد بصيروا بباث ثانيه، بصير اكلهم ديزاين اخر غير عنا، فانا بحب ادخلهم. يعني هذيك اليوم عملت خيار محشي، يمكن ما بعرف اذا حدا فيكم اكله، يعني عرفت علي انه اكله بحياته. والله ما حدا اكل، لا انا يعني تعبت حالي وقليت وطبخته وأبصر شو بالآخر أنا اللي باكله، بس خلص. هاي نقطة مهمة أستاذ محمد، شو رأيك؟ تواصل الأجيال القادمة مع أكلنا، يعني هاي نقطة ركزت عليها أستاذ نادي، أتوقع أنه هاي تفضلي تفضلي. سوري بدي أكملها لأنه نقطة كتير مهمة إلها أبعاد سياسية، دائما بيحضرني دكتور مخلص في هاي النقاشات، لأنه يعني ما بعرف إذا بتفق معي ولا لا، كتير إلها أبعاد سياسية، لأنه إذا إحنا أولادنا ما عرفوا أكلنا التقليدي عم بينسرق، وأنتوا فاهمين شو قصدي، يعني عم بينسرق ومش عارفينه هذا شو بالآخر أصله، عرفت عليك؟ فطبعاً إذا إحنا من داخل بيتنا ما نمينا أولادنا وفهمناهم إنه هذا أكلنا التراثي، بكرة بتضيع الهوية بتوابنا بأكلنا بأشياء. يمكن الناس تقول شو هاي عم تحكي، بس شغلات كتير مهمة وأساسية بحياتي بصراحة، فبحب إني أعملهم إياها. ودائماً يعني لما بيجي حدا من الضيوف، دكتور جمال بيعرف، من إخواتي أو إشي، دائماً بحب أعمل هاي الأكلات مشان بيشجعوني، يعني في من يأكل، فأولادي بيستحضروها، وخصوصاً بأيام رمضان كمان. يعني فبنرجع للطبق اللي أنا بحب أعمله، بحب أعمل كتير أشياء، وبحب أدخل يعني أطباق أجنبية من كل مطابخ العالم، وبحب أشوف أولادي شو اللي بيحبوه، بالنهاية برجع بعمله دائماً. عرفت علي؟ في طبخات أحيانا بجربها ما بعيدها، مثلا كان سواء حلويات وكان سواء أكل يعني طبيخ، وفي شغلات لا خلاص بعتمدها وشوية بظبطها يعني على الذوق اللي هن بيحبوا وبس. دمتم. الله يعطيك العافية. الله يسعد قلبك. دكتور جمال، ننتقل للشاورما. تفضل. بعد إذنك يعني، علشان شو تغديتوا اليوم يا شباب؟ ما انت هلا بتشربي قهوه عاد، احنا طلعي خلصت الشاي، احنا بعدنا صايمين، احنا بعدنا صايمين. نتواصل يعني. انا بدي احكي شغله عن موضوع الشاورما، يمكن مداخله. انتشرت في خاصة مدينة أوتوا، يعني يمكن بسموها عاصمة الشاورما في العالم، لأنه عندنا أكثر عدد يمكن محلات شاورما
في العالم بالنسبة لعدد السكان، يعني عدد كبير. وفعليا يعني مرة أنا كان لنا صديقة جاي من الصين، فطلعنا هيك ورحنا أكلنا ومش عارف شو، بعد يومين تسألني بتقول لي هل الشاورما كنديان فود، يعني أكل كندي يعني موجودة في كل زاوية وشارع. فأكيد الشاورما لها أنواع، واللي بناكلها هون بتختلف عن يمكن الشامية الشاورما تبعتنا، لأنه معظمها الإخوان اللبنانية بيسووها. تفضل أستاذ محمود. أنا والله كنت عم بستنى الست نادية إنه يعني تعطينا شي شغلة أو هيك، فما ما بعرف، ما أعطتنا شي، ما استفدنا شي لسه لحد هلا. خلينا نشوف تعطينا شي شغلة نغير جو. بعدك بحضورك ما في أفتي يعني من بعدك. الله يسلمك. لا والله أنا بدي أشوف منك شي شغلة، يعني اي شيء، يعني اي شغله، اكله حلو، ما بتفرق يعني. غير اللي فرجيتكم اياه هلا من الصبح عم بعمل فيهم شيف. بدي تحكي لنا عن شغله، يعني مثل ما هلا شرحنا مثلا عن الكبه يعني تشرحي لنا شغله بعد اذن الاستاذ محمد والدكتور جمال، ما بعرف اذا اكيد ولا يهمك، في يعني بدك طبق احكي مثلا. لك انا احكي لك احكي لك انا تفضل. أنا شفت حدا بيسأل عن المعجنات، أوكي. لأنه بيحكوا أنت مشهورة في المعجنات. أوكي، هي باسك العجينة، باسك أنا ما بعير زي ستاتنا يعني بصراحة، بس في إني هلأ أجتهد الموضوع. مثلا 6 كاسات طحين، بحط عليهم معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة كمان خميرة، ومعلقة صغيرة ملح، وبحط من الاشياء اللي بتحسن العجينه مثلا اللي هي الحليب البودره، بس مش الكل هون متوفر له، بس انا بحب يعني يكون عندي دائما. بحط 2 معلقة كبار، وبحط كمان 5 معالق لبن، كمان اللبن بحسن العجينه. طبعا انا بحكي عن العجينه العموم، عجينه المعجنات كامله، مش السبيشال يعني الصفيحه او الصفيحه البعلبكيه، في لها طريقه ثانيه. وبحط مثلا 0.5 كاسة زيت، وبعدين 2 كاسات حليب دافي، يعني لازم يتدفى الحليب مشان كمان يحسن نفس العجينه، ان شاء الله ما اكون نسيت شيء. ونخلطها منيح، نعجنها كثير منيح، وبعدين بنخمرها تقريبا ساعة وبنقطعها، وبعدين بكون عاملة الحشوات اللي بدنا اياها، ان كان سبانخ، ان كان لحمة، ان كان جبنة، وهاي هي دمتم. بس شف نرجع لحضرتك، يعني بدك مثلا من الاكل التراديشنال الفلسطيني الاردني مثلا، ولا الاشياء اللي الصحون الجديدة اللي هي مبتكرة او دخيلة على مطبخنا، بس كتير طيبة بصراحة بتكون. اختار. انا ما عندي، يعني ما عندي طلب معين، لكن يعني حسب ما عم تطلب، حسب ما عم يطلبوا الناس، ما بعرف الاستاذ محمد والدكتور جمال. انا بس مجرد انه سالتك انه يعني عن شغله معينه، اي شيء تعطينا اياه تشاركينا بالموضوع، بس مو اكثر من هيك. يعني اي شيء انت بتلاقيه مناسب، يعني انا ما في شيء محدد. يعني بالنسبة للأكل الأردني، أنا بتحبي أحكي لك عن الأكل الأردني؟ ما عندي مشكلة، يعني أنا عشت فترة. احنا مطابخنا قريبة على بعض، يعني هي التفاصيل بسيطة اللي مختلفة من كل بلد، بس احنا نفس البلاد فأكلنا قريب كتير على بعض. بس أنا إذا زي يعني إذا بدي أقول لك أنا ذوقي، أنا بحب الأكل القديم التراثي زي ما حكيت لك، بحب الأشياء الصعبة بحبها يعني، وبحب الأشياء المليانة كوليسترول يعني بصراحة. مش هيلثي ابدا، ما بحب الاشياء الهيلثي، ما بكذب عليكم بقول لكم يعني، بمسك شعارات وبقول لكم بحب الاشياء الهيلثي. فبحب اعمل فوارغ، بحب اعمل ورق العنب، لسانات، النخاعات، اي شيء من هاي الاشياء الدسمه انا بحبها، وبنام بعدها يعني باكل وبنام. الله يعطيك العافية. أنا بحكي لك لأنه يعني أنا بالنسبة للأكل الأردني اشتغلت فترة منيحة بالأردن، فعندي فكرة منيحة عن الأكل الأردني يعني. طيب نحكي عن الشاورما. ممكن ما في مشكلة. وبعدين الشاورما زي ما حكى دكتور جمال، مطاعم الشاورما كثيرة،
لكن انا في ايدي صديق شامي بيحكي لي انه الطريقه الشاميه مختلفه عن اللي موجوده في اوتاوا، فهل هذا صحيح؟ وحنشوف هذا الكلام خلال الوصف تبع الشيف. الكلام صحيح 100%، 100% صحيح. الشاورما الشامية بتختلف كليا عن الشاورما اللي عم تتقدم هون بأوتاوا اللي أنا شفتها. يعني من يعني بتبلش من طريقة التتبيل، من طريقة تتبيل الشاورما لطريقة شك السيخ، حتى شك السيخ يعني، لطريقة التقطيع، لطريقة تقديم السندويشة، طريقة تقديم الوجبة. طبعا هذا كله ما له علاقة بالطريقة اللي احنا بنشتغلها ببلادنا بسوريا يعني، وحتى بالأردن، حتى يعني نفس الشيء بالأردن بيختلف يعني. أول شيء نحن رح نحكي هلأ، ما بدنا طبعا نعمل انتقادات للمطاعم الموجودة هون، الله يرزق الناس كلها وتشتغل، لكن مو هي الطريقة اللي يعني خلينا نقول بشكل عام الجالية العربية بتحبها يعني. رح نحكي نحن هلأ عن شغلة بالبيت، يعني لو حبت ست البيت أو إنه تشتغل شاورما بالبيت إلها لبيتها لأولادها بطريقة مبسطة وسهلة وخفيفة. طبعاً الشاورما عبارة عن صدر الدجاج. بالمحلات وبالمطاعم طبعا الصدر مع الفخذ، يعني بنحط الصدر وبنحط الفخذ، لكن بالبيت الصدر لأنه بيستوي أسهل وأسهل طريقته، يعني طريقة شغل بتكون أسهل. فبنجيب الصدر بنشرحه بشكل أفقي، يعني شريحتين تقريبا، بحيث انه يكون رقيق ما يكون سميك، وبعدين بناخده بشكل طولي، يعني يصير بشكل اصابع رقيقه، ومنتبله ومنتركه لتاني يوم. التتبيله عباره عن عصره ليمون صغيره، يعني خلينا نقول مثلا كيلو، لا كيلو صدوره، مثلا كيلو صدر دجاج، نص ليمونة معصورة، مع فنجان صغير خل، يعني ممكن تقول 3 معالق خل مثلا، مع شوية كزبرة مطحونة، هيل ناعم، فلفل أبيض، دبس فليفلة، بصلة مفرومة ناعم، وملح حسب الرغبة اللي أنت بدك إياها، رشة زنجبيل، ثوم، زيت أبيض، أورجانو، وريحان. نخلط هالمقادير هاي مع بعضها، وبنحط الدجاج بهالتتبيلة لتاني يوم. طبعا إذا حبينا نحن هالمقادير نعملها على الخلاط بيكون أفضل، يعني تحط هالمقادير كلها مع بعض وبتعملها على الخلاط أفضل وأحسن للتتبيلة، وتحط التتبيلة مع هالدجاج بالبراد لتاني يوم. تاني يوم بتجيبها وتنشفها وبتشويها على الجريل. طبعا إذا ما موجود جريل ممكن بالمقلاية تشويها، ممكن تشويها بالفرن، يعني أيا كان الشوي ما في مشكلة عليه، بس أطيبهن أطيبهن وأحسنهن على الجريل. بعد ما تشويها بتجيب الخبز الصاج اللي هو موجود بالمحلات العربية، بتكون محضر الثوم ومخلل الخيار. طبعا الشاورما يعني للتذكير ما بنحط للشاورما غير ثوم ومخلل الخيار فقط، يعني بالسندويشة
ما بينحط غير ثوم ومخلل خيار. هلا احنا بنشوف محلات شاورما هون كثير اشياء بيحطوا فيها، لكن شاورما الدجاج، انا بحكي على شاورما الدجاج مو شاورما اللحمه، شاورما الدجاج عباره عن ثوم ومخلل خيار فقط لا غير. بتدهن الخبز بالثوم وبتحط الدجاج عليه والخيار المكبوس وبتلفها بشكل دائري وبتحطها على الجريل، بتشويها لحتى تتحمر شوي. طبعا لازم يكون الجريل، ممكن تحط له شوية زيت مشان يكون طري، ما تلزق الخبزة عليه. بتشويها وبطالعها، بتقطعها بشكل الشكل اللي انت بدك اياه، بتقطعها على عدة اقسام، وبتكون مجهز بطاطا فرايز مقلية اللي هي لازم تكون مع الشاورما. هاي هي كل الطريقة، ما بدها يعني طريقة سهلة وخفيفة وبإمكانه أي واحد يساويها بالبيت، بس مو أكثر من هيك. يعطيك العافية. تسلم. الله يعافيك يا رب. يعني أنا بعد الحلقة رايح أكل يا جماعة، ما فيش فيها خلاص. الموضوع انتهى، بطل فيها، ولا شو رأيك يا نادية؟ تعال خذ صحنك وخذ جوعتونا 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 يا جماعة. ما سمعت. ست نادية عمول بتساوي شاورما بالبيت ولا ما بتعمله؟ أكيد لا، بساوي شاورما بالبيت، وكان في عندي بعمان الجهاز اللي زي تبع الشاورما، يعني جريل هيك صغير له عمود، ايوه، وبلف عن جد رائع. وقلت هون بدي اجيب واحد، انه بتختلف في الكهرباء يعني، فبس الله يعطيك العافيه. لانه بصراحه بدي احكي انا نوت صغيره، انه كل محلات الشاورما بأوتاوا جمال وللجميع الحكي، ما في ولا واحدة زي شاورمتنا هاي. أنا بعتبرها شاورما تركية، الله العليم إذا بعرف أنا بهاي الأمور. لا لا، مش شاورمتنا، حتى تقطيعة اللحمة نفسها، اللحمة نفسها مش ما بعرف، في إشي غريب يعني، مش هي يعني، مش شاورمتنا. حتى الشاورما التركية مو هيك يعني، ما بعرف أنا كبفتي، لأنه غريبة مش هي. هي على الطريقه اللبنانيه بيسويها. ايوه مظبوط. نعم يعني نعم. ما احترمنا لكل الطرق، لانه كل طريقه لها طعمها ولها حبيبتها يعني. اكيد طبعا. احنا ليش اليوم عملنا هاي الحلقه؟ عشان نركز على شيء مهم، الوقت اللي بنقضيه في المنزل. الوقت اللي بنقضيه في المنزل وقت الان طويل، وللاسف طبعا الناس كثير عم تستغله في الاكل بدل ما تستغله بشغلات ثانيه. وهذا يعني حابين نحكي انه الأكل مهم، لأنه بيقوي جهاز المناعة وبيقوينا ضد الفيروسات بشكل عام، خاصة الأكل المنزلي لأنه أنظف، وإحنا عارفين شو اللي بنسوي، خاصة لما يكون الآن في وقت إنه العائلة بجميعها أنها تجلس وتعمل طبخة واحدة مثلاً، بدهم يسووا شغلة مع بعض، بالعكس بتقوي الروابط العائلية. فخلينا نستغل هذا الوقت ونعمل أشياء مع بعض أكثر، ونتقرب لبعض أكثر. يعني لف ورق دوالي، لف مش عارف ملفوف، فوارغ، حشي فوارغ، كبة. فالحالة النفسية مهمة جدا في الوقت هذا، وإحنا بنعرف إنه تأثير الحالة النفسية في ناس كتير عندها، لما تنزل حالتها النفسية بتتجه للأكل، لأنه بيعتبرها مكان يفرغ فيه طاقته، وللأسف طبعا بيزيد وزنه. فلازم ننتبه على الرياضة والحركة في الوقت هذا. مسج إن شاء الله يوصل للجميع. أعرف أستاذ محمد عندك أي شيء كمان؟ الله يعطيكم العافية. ما عندي شيء كثير، أنا بس بدي أشكركم على الجهود اللي بتعملوها، وبدي أشكركم على المعلومات اللي أعطيتونا إياها. صحيح تشهينا على المأكولات الحلوة اللي حكيتوا فيها، بس كمان كويس اللي بشهيك احسن من اللي ببكيك. فيعني نعتبر انه هاي من الميزات تبعت الكورونا، ان نبدا نطبخ في البيوت وننسى المطاعم اللي برا والاوقات الصعبه اللي بنقضيها فيها. خلينا نعد الكورونا بعض الايجابيات. الله بعين ست البيت، صحيح انه يعني الجهد عليها، لكن في الأخير كمان هي بتحب تعمل شيء طيب لأولادها.
فبشكر الجميع، بشكرك شيف، بشكرك نادي على مشاركتك معنا، ويعطيكم العافية. الله يعافيك. النادي حابة تحكي شيء في آخر لقاء؟ لا طبعا، يعني بدي بس أأكد على المعلومة إنه يعني بهالزمن عن جد أنا صرت حتى يعني لما أجيب سيرة الكورونا أو أحكيها على تمي زي ما كنا زمان بعيد الشر نحكي السرطان أو ما نحكيهوش، يعني فهمت علي هاي. فبهالزمن أو بقبله أنا بشجع الأكل البيتي. أنا يعني ما في مثل إنه الأم تصحى صبح وعاملة كورس الأكل تبع أولادها، أو إنه مخططة شو بدها تعملهم اليوم، عرفت علي؟ وأنا بشجع وبالعكس بحترم كل أم بتفكر بهالطريقة لأولادها. أنا ضد الأكل من برا يا جماعة، ما حدا يزعل مني، ما حدا يزعل من أصحاب المطاعم أو البزنس يعني، بس أنا مع الأكل في البيت لأول إشي، لا عشان الصحة والنظافة وكمان عشان البركة، يعني ما في أحسن من أكل البيت. أكيد. فبشجع إن كان بهالزمن ولا بكرة إن شاء الله بس نرجع طبيعيين وأحسن من هيك يا ربي، على طول الواحد لازم يفكر بهالطريقة. صح. ويسعد مساكم، وأنا تشرفت بوجودي معاكم، وما تواخذوني إذا تقلت شوي بالكلام. لا بالعكس. أبداً أبداً أبداً. سيد محمود تفضل. شيف محمود تفضل. الله يبارك فيك. أنا بتشكركم كثير على اللمة الحلوة والفكرة اللي أنتم عم تحاولوا توصلوها للناس من خلال هاللقاءات الجميلة جداً جداً. يعني مبارح أول مبارح واللي قبله لقاءاتهم كانت ممتعة جداً ومفيدة حتى لكل الشرائح يعني. وهي كانت شغلة الأكل كمان عطت شوي يعني لهالناس اللي موجودين يعني موجودين وموجودين يعني، وبالوقت اللي ما بيقدروا يعملوا مثلاً، واحد إذا بده يعمل كبة كان بجوز بده وقت ويوم الويكند وما بعرف إيش، لا هلا موجود وموجود يعني، اعمل أخي كل شيء موجود قدامك وتفضل اعمل. كل أيامنا ويكند صارت هلا. تحضيرات لرمضان يا جماعة، يلا اشتغلوا في الكبة والسمبوسة. صح. إن شاء الله. طب أنا بدي أسأل سؤال الأخير دكتور. تفضل. أنا بدي أسأل السؤال الأخير شيف محمود. هل إذا ناس حبوا إنك تعمل لهم شيء في البيت وطلبوا منك، هل أنت عندك استعداد لهذا الكلام؟ أنا بعمل عادة بعمل كاترينج في البيت. يعني بتعمل كاترينج في البيت، لو حدا حب يطلب منك أو يتصل فيك هل هذا ممكن؟ ما في من الخروف وأنت من، لأنه صراحة إحنا لمتنا هذه، جمعتنا هذه، لقاءاتنا هاي، في عندنا هدف مهم جدا من وراءها. واحنا على فكره مهتمين جدا انه ما نفكر لما بكون معنا ضيوف، ما نفكر من البدايه نفكر بناس برا الجروب تبعنا. احنا دائما بنفكر، اول ما بنفكر بالكفاءات والخبرات اللي موجوده بيننا، وهذا له هدف بعيد. هدفنا البعيد نتعرف على الخبرات اللي بيننا، نتعرف على الكفاءات اللي بيننا، ونتعاون فيما بيننا. فهذه رسالة مهمة يعني عنا، وهينا بنحكي للناس إذا حد حب يتذوق من شغل الشيف، فالشيف على أتم الاستعداد إذا بتحب تتصلوا فيه. أنا جاهز جاهز إن شاء الله. وحتى أنا ممكن ضيف شغلة، أي واحد بحب يستفسر عن أي شغلة بتخص الأكل والحلويات كمان أنا جاهز، يبعثوا لي وأنا جاهز أعطيكم كل المقادير، وإن شاء الله بتكون مقادير صحيحة وتستفيدوا منها. نشكرك. شكراً كثير، شكراً كثير إليك. طبعاً حنحط رقمك إذا بتسمح لنا تحت، عشان إذا في حدا بده يتواصل معك عشان موضوع الكاترينج، وهذا شيء جميل إنه يكون في عنا الآن فرصة إنه برضو يعني ندعم بعض، خاصة في الشغلات الجميلة اللي زي هيك. طبعا أنا في النهاية حابب أشكر الجميع اللي شاركوا معنا باسمي وباسم أخوي وصديقي الأستاذ محمد. الموضوع كان شيق جميل خفيف لطيف،
ولتحسين النفسية. طبعا احنا دائما بنحاول انه نرفع معنويات بعض. اليوم كانت هذه الفكرة، برجع باسمي وباسم أستاذ محمد بحكي للجميع اللي عنده فكرة وحابب يشارك فيها يتواصل معنا مباشرة، ما يستحي. إذا عنده أي معلومة حاب يوصلها للجالية، بالعكس الجالية الآن راح تكون ممنونة له، وفي له جزاء عند الله سبحانه وتعالى أكيد. وفي نهاية لقائنا طبعا بذكركم بلقاء غدا راح يكون مميز الساعة 8، في ضيوف رائعين، حنكون في شيء رائع. فهذا سكرت، مش هنحكي شو هو بكرة عشان نشوقكم، لكن لازم نشوفكم بكرة. ولتحسين الآن معنوياتكم إلكم صينية كنافة صنع محلي وعزومة إلكترونية للزوم الحظر المنزلي. حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه، والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لكم.